على مساحة تقدر بسبعة هكتارات تتم عملية إنجاز مشروع محطة تصفية المياه المستعملة بولاية أدرار، مشروع يندرج في إطار تطوير مشاريع صديقة للبيئة والذي من شأنه أن يسهم في سقي الأراضي الفلاحية. المعالجة الثلاثية يتم من خلالها تقييم المياه بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، تصفيتها بمصفاة خاصة وتعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية ليتم من خلالها ضخها في الوسط النهائي المخصص لها. وتيرة الأشغال كما راكم تشوفوا راهي عالية، وإن شاء الله نتمنى ونسلموا المشروع في الأجال المحددة. الحمد لله المشروع راه يعني مشغل نسبة كبيرة من عمال المنطقة. إنجاز مثل هذه المشاريع الحيوية من قبل شركات وطنية وكفاءات جزائرية مؤهلة تطمح إلى تسليمه في أجاله المحددة هو ما يسهم في تحقيق تنمية محلية بالولاية. تعمل الشركة بالمرافقة التقنية CTH مع المخبر الوطني للسكن والبناء، وذلك لإضفاء النوعية الجيدة للمشروع بالمعايير الدولية المعمول بها. تم تسجيل برنامج إنجاز المحطة الرئيسية لتصفية المياه المستعملة لمدينة أدرار وتمي بتكلفة بقدرها ما يفوق 2.6 مليار دينار وبسعة تفوق 155 ألف مكافئ سكني بسعة تقارب 24 ألف متر مكعب لليوم. آفاق واعدة تنتظر تكملة مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بغية تحقيق تنمية مستدامة فعالة.